اذرن شاعرنا الاستاذ عبد الحسين سلمان، اذرن استاذ جواد، واذرن استاذ عبد المنعم. ان قمت في حضرتكم انظم او اتشاعر، ولكن هي نفثة جاءتني لاقولها فاسمعوها، ارجو من الله قبولها ومنكم الرضا. المقطع الاول بعنوان حروف الحب، والمقطع الثاني صرخة. سمعت اصوات فرحانة، تهاليل وتباشير طربانة، رفعت راسي اعاينها ترى وينه، نظرت هناك ولا منك ولا منه، انا اتوهم انا اتخيل ترى حنه، انا صداها باذني وطنه، لا لا يا ناس مو وهم ولا زنه، تزايد صوتها افراح ومغنه، اناشدكم تعالوا كلكم اهنا، نتصوخ عزيز الصوت والرنه، لا 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 حرام اللي تقولونه، عجيب قوله شعره فنه، تسمعوا دققوا منه، مشوا لهناك ولا كنهم يسمعونه، تعالوا كلكم منه، درب واحد لعنده يوصلنا، ترى ما يفيد نفترق عنه، ولا ينفع شتات اللي يباعدنا، حروف الحب منه تنادينا، تقطع كل قطايع تقطعنا. أظن حين فهمتوني وعرفتونا، حروف الحب تاخذنا إلى الجنة، بقول حروفة واليوم مزينة بهالدنيا، تطير مزدانة على الكون بخلاقة وإيمانة، لا إله إلا الله سبحانه، يا الله عفوه وغفرانه، حروفه اللي تنشد الفرحانة وتفرح معاها الخلق طربانة، علي يا علي انت معانا واحنا معاك للأبد يا مولانا، واحنا معاك للأبد يا مولانا. المقطع الثاني بعنوان صرخة، أرد فيها على من يشتري مذهبي لولاية علي وتغيير مذهبي لا لشيء آخر، ما بعقدها ولا بفلسفها إليكم، بقولها لكم في كلمة، أنا شيعي وعلي إمامي إمامكم، وصي الهادي إلى الأمة رحمة، تبي تزلزلني وترجعني إليكم، هيهات ما أقدر حتى أنسى اسمه، تبي تعطيني كنوزكم وأتخلى عن علي وعلمه، يبي يدفع ديني ودينكم، ونترك أبو الحسنين ونعمة، يبي نرجع عبيد مثله ونمشي وراه مثل الأعمى، يبينا نرضى بالظلم هيهات، ونساير طغاة العصر همة، وننسى الدين والرب كله، ونذكر ولاة الأمر واسمه، ويبينا نرجع الجهال للعالم ولا نعي معنى الدين ونفهمه، يدعي إني شيعي رافضي واتبع علي نهجه ورسمه، شنه الجريمة هني يا أخي وشنه الجناية والتهمة، نعم أنا شيعي رافض للظلم ولا أقبل بطاقي اسمه، وإن كانت هذه تهمتي وذكر أبو الحسنين واسمه، خذها مني صرخة طول المدى
علي يا علي بلساني أحلى نغمة لو يظل بالفقر عمري دايم والبس الحرمان وأعيش همه ما حيد عنك بو الحسن أبدا تدري من صغري أردد اسمه علي علي يا علي لو يقطعوني وبالسجن أشرب سمه من يوم الغدير يا حاقد يصطعب قلبي شعاعه نجمه وبكل سهولة تجي وتقول لي اعدل وقلب وما ادري شو اسمه علي درب الحق والعدل علي الدين كله واكبر نعمة علي باب علم النبوة علي سيف ونصر هالأمة علي ناصر الدين بسيفه علي قاتل الكفار والطغمة علي ساقي الكوثر بالمحشر علي ردت له الشمس بعد الظلمة علي علي يا علي شقولا وعدد فضائل باسمه شقولا وعدد فضائل باسمه.